واحد بيقول أرجو أن تقص علينا ذكريات خلاصتكم عن يومي 29 أكتوبر مثل الأمس يوم التصويت يوم الانتخابات يعني، وواحد 31 أكتوبر يوم القرعة من عام 71. هو كان يوم الانتخابات يوم الجمعة 29 أكتوبر سنة 71، وأنا كنت بصلي يوميها قدام سرد في أبو الفرج ولا روض الفرج مش عارف. وبعدين رجعت، كان الاجتماع بتاعنا يوم الجمعة، فأنا خارج من الاجتماع قالوا لي أنت نجحت في الانتخابات، كانوا نجحوا ثلاثة، نيافة الأم الصمويل وأنا والقمص تيموساوس. فقلت لهم متشكرين ومشيت، أصلا شيء طبيعي بالنسبة لي حكاية النجاح في الانتخابات. لكن الأمر الصعب جدا هو حكاية القرعة الهيكلية. ما كان يتعبني في هذا الأمر مش إن أنا هتيجي القرعة علي ولا على غيري، المسألة واحد يقف قصاد ربنا، ربنا يقول موافق عليه ولا مش موافق، فكل من يقول مش موافق لمسألة ما أقدرش أحتملها. صعب إن واحد يقف قصاد ربنا ربنا يقول مش عايزه، خدت بالكم الإحراج. فأنا خرجت ورحت على الدير، قضيت يوم السبت في الدير، ويوم السبت بالليل تقابلت مع نيافة الأنبا صموئيل وقلت لي أنبا صموئيل جايز القرعة تيجي عليك أو تيجي عليا، المهم إن نتفق على مبادئ معينة اللي يجي بطرك يمشي عليها. فكان صامتا لم يتجاور معي إطلاقا ولم يتقيد بمبادئ نتفق عليها، وأنا لقيت نفسي بكلم روحي فسكت. ثاني يوم، يوم الحد اللي هو يوم القرعة، عملنا قداس سوا أنا والأنبا صموئيل، صلينا قداس واحد، خلص القداس بدري كقداس يرفعني. وبعدين أنا رحت دير أنبا بيشوي أصلي هناك ونسيب الحكاية ربنا. لما يجي بطرة جديد يختاروه الأجراس في الأديرة تقعد تدق لها فرح باختيار البطرة الجديد، لكن دول اثنين مترشحين من دير واحد، أنا من دير السريان وعند صميم من دير السريان، فلما تدق الأجراس ما نعرفش الأجراس بتاع اثنين فيه. أنا رحت هناك في دير الأم بشوي وقعد، بعد شوية لقيت الباب خبط بالسرعة ودخل واحد وضرب لي مكانة وقال لي مبروك سيدنا أنت بقيت الباب. قلت له عرفت منين؟ قال لي سألت في البطرخان. قلت له سألت منين؟ قال لي ما أعرفش. قلت له ما تعرفش إزاي تجيب لي خبر زي كده وأنت مش عارف مصدره إيه؟ يا ابني ما ينفعش الكلام ده، افرض هو الراجل مش متأكد أو أي واحد كلمه أي كلام أنا هصدق الكلام ده؟ مش معقول. ويا عيني انكسف وخد بعضه وماشي. بعد شوية لقيت الدنيا ضربت والناس بقوا يجوا بسرعة 140 كيلو 120 كيلو 100 كيلو ودخلوا الجيش وقالوا مبروك. عرفت ان ربنا يعني ما خلاش اي في ذلك اليوم عن غير استحقاق يعني جايز الموجودين كانوا افضل، لكن ده ربنا عمل كده كتر خيره.